لنا. رائحتها زكية، لما أنت مستعجل؟ لن أنتظرك مرة أخرى. ها، تقولها مرارا وتنسى. هيا قادمة. تعال مشمش. هيا اركب. لن تسرع كالعادة، أليس كذلك؟ تمسكي جيدا لأننا سننطلق. استمتعي بالمغامرة. لما أنت مسرعا هكذا، أخشى أن تفوتنا القصة. أحمد توقف توقف. ها قد وصلنا. أوف، وأخيرا. أسرعوا أسرعوا. أبي اصطاد سمكة. عقاد، أريد أن أراها. أين هي السمكة؟ لن تفلت مني. هيا هيا هيا. يبدو أنها كبيرة وعنيدة. القصة. أرأيتي؟ فاتتنا القصة، أنت السبب. أنا؟ حسناً حسناً، لا بأس. كنا نتكلم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لما وضعتم أيديكم على رؤوسكم؟ سؤال جيد، سأخبرك في المسير. إنه حق الإمام، فله منا السلام، نرفع الأيدي لأجل الاحترام. أجل الله تعالى بنفوذه. ماذا تعرفون عن إمامكم؟ إمامنا الثاني عشر، ملقب بالمنتظر، سمي طاغى جده محمد خير البشر. تاسع الأنوار من ولد الحسين، يملأ الدنيا ضياء وبغاء حين يظهر. عجل الله تعالى في ظهوره. ولما هو غائب؟ غائب كالشمس من خلف السحب، وهو فينا يملأ الآفاق حب. هكذا الله أراد. غاب عنا، كير الأعمال منا، كير الإيمان فينا، كير ماذا سنفعل؟ سوف يظهر؟ سوف نبقى ننتظر. عجل الله تعالى في ظهوره. أبي، ولم الانتظار؟ ليس معنى الانتظار أن نعيش الانكسار، إن معناه اعملوا حتى ترى أعمالكم، راقبوا أفعالكم، نزهوها عن مجاراة الحرام. أخبروا أقوامكم. إنما الإسلام معنا السلام. عجل الله تعالى في ظهوره. كيف عاش الإمام كل هذه السنين؟ لما العجب من عمره، لما العجب، فاقرأوا آياته فيها العجب. غاب أهل الكهف أحقابا وعادوا، إنهم ناموا سنينا وسنين، إن هذا أمر رب العالمين. فلما العجب؟ عاش نوح يا صغاري ألف عام، هكذا أمر الإمام، فلما العجب؟ عجل الله تعالى في ظهوره. أبي، متى سيظهر الإمام؟ عندما نعمل بالجد سويا، نحن نمهد ونؤكد أننا نسعى إلى درب النجاة، ونعبد كل درب للحياة. عندها يعلو النداء، عند بيت الله يظهر هاتفا الله أكبر. سيظهر المهدي من آل محمد. دولة الحق يسود الخير فيها بالسلام والأمان والوئام. دولة المهدي للناس جميعا، لا لقوم دون قوم. سننتظر. تحرروا تعلموا فلتبدعوا، قل اعملوا فلننتظر. هيا بنا. وجاء الإمام سيد الأكوان، لينصر الإنسان أمير الزمان. سننتظر. لما العجب من عمره،
لما العجب فاقرأوا آياته فيها العجب. إنهم ناموا سنينا وسنين إن هذا أمر رب العالمين. عاش نوح يا صغاري ألف عام هكذا أمر الإمام فلما العجب. عجل الله